عسلامة أمين، مرحبا بك وبكل مستمعي شمس فاهم. يخليك أستاذتي العزيزة واختي لي يعني العالم الكل اليوم يحكي بالعلم، انتوما زادة تحكيوا بالعلم، مازلنا نحكيوا احنا بالعادات والتقاليد ونطلعوا فوق السطوحات، ورغم اللي انتوما عندكم تنجموا تحسبوا لنا الأمور، معلش كيفاش نجم تعلق لنا على هذا، ثم اعطينا كيفاش يتم عملية احتساب الأشهر هذه. تفضل. بالنسبة لاحتساب الأشهر الهجرية بصفة عامة وخاصة رمضان، خاطر احنا في مدينة العلوم في كل شهر كان تشوف يعني ترجع لصفحة الفيسبوك نتاعنا، كل شهر نشاركوا أوفيائنا الحساب الفلكية لكل أشهر الهجرية بصفة عامة، لكن رمضان بطبيعة شيخذ حيز كبير واهتمام أكثر. بالنسبة للحسابات الفلكية راهو العالم الكل يعتمد نفس الحسابات، لكن شرط الرؤية هو اللي يخلي ثم اختلاف. وبالنسبة لليلة التحري والخروج تحري الهلال هو بروتوكول تقوم به كل العالم الإسلامي، مش كان تونس كهو، يعني باش نقوله لهنا اللي حتى كان يعني الحسابات يعني عندها حيز هام في يعني حساب الهلال ولا بداية الأشهر الهجرية، لكن راهو شرط الرؤية لأنه احنا في ديننا الحنيف واتباعا لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، هذيك هو اللي خلينا احنا ديما نستناو رؤية في ليلة التحري ولا ليلة الشك، وهذا معمول به في العالم الإسلامي الكل مش كان في تونس. بالنسبة للحسابات هوني مهم، هذا مهم ومن نقصوش من قيمته، بالعكس أما فما العلم اليوم، هل العلم معناه هذي يقول لي أنا هلال شهر رمضان المعظم باش يكون نهار السبت سوا ريتو ولا ما ريتوش، معناها شو اللي نجم يبدل هو باش يجي نهار السبت مثلا؟ اي هو بالنسبه للحسابات راهو نشوفوا بها مدى ولاده الهلال، مدى رؤيته مكوسه فوق الافق، مدى وجوده في السماء، لكن شرط الرؤية قد أمين هو اللي خلينا شرط شرعي، معناه يخليكم انتم تستنى، هو شرط أول حاجة، هو شرط شرعي. ثاني حاجة هو ثم جدال في الرؤية، نجم يعني يكون الرؤية غير ممكنة، لكن عمر الهلال كبير في كما الحال في بالنسبة رمضان 1443، وبالتالي يلزم شكون يحسم في الأمر هذايا، وهنا ثم الجهة الوحيدة هي ديوان الإفتاء على رأسها سماحة مفتي الجمهورية. بالنسبة للحسابات الفلكية احنا في تونس راهو رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة في تونس وفي كامل العالم الإسلامي، لكن ممكنة باستخدام التلسكوب من أقصى غرب القارة الإفريقية ومن كامل القارة الإفريقية الأمريكية، ممكن العين المجردة من المحيط الهادي، وبالتالي من المرجح اعتماد نهار 2 أفريل غرة شهر رمضان لأنه في يعني في الظروف هذه كونه الهلال موجود تولد ديجا في ليلة الشك اللي هي توافق نهار 29 شعبان، وبالنسبة لشعبان كل البلدان الإسلامية بدأت في نفس اليوم فيهوش جديد شعبان، بالتالي ليلة الشك وإلى ليلة التحري اللي هي 29 شعبان اللي مش توافق نهار 1 أفريل هي نفسها للعالم العربي في نفس الليلة هذيك، وفي توقيت الغروب اللي مش يكون مع 18-40 دقيقة مش نشوفه الهلال وضعته كيفاه، الهلال يكون وقتها تولد مع الغروب يكون عمره أكثر من 11 ساعة تحديدا 11 ساعة و38 دقيقة، مش يمكن فوق في الأفق بعد غروب الشمس يعني مش يبقى موجود مدة المكوث هذه كنسميوها بالمصطلح العلمي، مش يمكن 20 دقيقة كاملة، لكن يعني مش يكون عدم إمكانية رؤيته رغم وجوده رغم عمره رغم يعني وجوده فوق الأفق رغم بعده على الشمس البعد القوسي اللي نسميه، لكن رؤيته غير ممكنة. وبما أنه ممكن رؤيته في بلدان إسلامية أخرى النجم في ظروف كما هكا، وصارت العادة كوننا نعتمد الحسابات الفلكية وما نشوفش الرؤية في حالة كيف ما هكا، وبالتالي نجم يكون من المرجح أنه يكون أول أيام الشهر الكريم نهار السبت 2 أفريل 2022، وتكون في الحالة هذه لمدة 30 يوم فقط البلدان اللي تشترط الرؤية اللي هما زوز كهو سلطان الدين والمملكة المغربية هما اللي يشترطوا الرؤية. المغرب وشكون آخر سامحني أستاذة؟ وسلطنة عمان. المغرب وعمان
ديما هما اللي فقط اللي قادوا على الرؤية، مي سينو تقريبا الكل يمشي بالفلك معناها بالعام. طيب اللي فهمت من كلامك حسب العلم وحسب القراءة العلمية متاعكم، نهار السبت هو باش يكون أولى أيام شهر رمضان المعظم، وإن شاء الله بالخير والبركة على تونس الكل. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله رمضان مبروك علينا وعلى كامل الأمة الإسلامية. ثم بلدان ديجا أعلنت على رمضان كما المجلس الأوروبي للإفتاء، بالنسبة لمسلمي أوروبا نهار، بالنسبة لمسلمي أوروبا نهار السبت 2 أفريل هو بداية رمضان، وأعلنوا زادها في نفس الوقت على عيد الفطر حتى اللي هو مش يكون نهار 2 مايو 2022. لكن أمين جوست هنا راهي البلدان هذية البلدان الأوروبية ما نجموش يعني نحسبوها مع البلدان الإسلامية عليه. بالنسبة لأوروبا عندهم فلك وحدهم عندهم خلي يعيشوا في مجرة وحدهم. بالنسبة للبلدان الأوروبية هما يعني ثم الجهة الإسلامية هي المعنية كهو، وليس كل الشعب الأوروبي معني بالموضوع هذا، هذيك علاش هما يعملوا الحسابات الفلكية فقط. بينما احنا العالم الإسلامي احنا يهمنا ياسر نتقيدوا بقول رسولنا وبقول الله تعالى. واضح واضح هاي اللي فهمناه، وانه يا جماعة بعتوا نستناو سماحة المفتي ونعيشوها ليلة الشك هذيك. اما علميا نهار السبت هو أولى أيام شهر رمضان المعظم، في انتظار وأنه سماحة المفتي هو اللي يعلن هذايا ويكون فما هذايا حسب العرف وحسب الشرع. وإحنا إن شاء الله في الحالة الكل نتمنى وأنه نتقيد بالقيم الإنسانية والقيم الاجتماعية اللي تجي معاه.